إذا هون بالنسبة لهذا عندي هذا الجسم له specific heat CS CSH في حرارة عم تدخل عندي Q input of T بهاي تكون جولز per second وفي الحرارة اللي بخسرها من هون اللي هي Q out of T كمان رح تكون جولز per second في عندي فرق في درجة الحرارة بين هون ثيتا M تبعت الجسم وثيتا A of T حتى أسهل الأمور زي ما سهلتها كمان هناك راح أفترض إنه اللي يهمني بثيتا M هي قديش ثيتا M أعلى من ثيتا A فإذا بدك حتى بدي أعتبر إنه ثيتا M of T minus ثيتا A of T راح أسميها إنها ثيتا مثلا M بديش أستعمل داش M relative مثلا of T وخلص هذا هو الفيرب اللي راح أستعمله راح أفترض إنه هذا constant مش في التانك إحنا شو عملنا بالمي مش اعتبرنا مستوى المي الزيرو هون وقسنا h of t من هون ما اجينا قلنا h of t هاي بالنسبة لنقطة خارجية وبعدين اخذنا هون h2 of t وطرحنا h1 of t minus h2 of t مش هذا كافي بالنسبة لنا اعرف هذا الارتفاع هل فعلا بهمني اعرف الارتفاع بالنسبة لنقطة خارجية وبعدين الارتفاع النقطة الخارجية للنقطة هاي ولا بكفيني اعرف الاختلاف بينهم نفس اللي راح نعمل هون لانه هاي theta a of t constant فراح افترض انه theta m هي قديش درجة الحرارة هون اعلى من الامبيانت فكأني بعتبر انه الامبيانت زيرو وراح اخذ theta m هي درجة الحرارة اللي بتهمني واضحة هاي النقطة عشان تسهل علينا هو بزبط معنا لو تكملي الحل theta of t لما تكون constant من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي قديش ال بلس ترانسفورم تبعها؟ حكيناها المره الماضيه زيرو فهي بتطلع على اي حال بس انا حابب تسهلوا على حالكم بالبدايه خلص تفترض انه بهمل هاي بعتبر انه ثيتا ام هي مش الابسولوت تمبرتشر هي قديش درجه حراره الفرن اعلى من درجه حراره الامبيانت يعني اذا الامبيانت دائما مثلا 25 درجه مئويه بتكون ثيتا ام هي قديش هذا درجه حرارته اعلى من 25 ما بياثرش علي كاني اخذت ريفرنس جديد مضبوط ما دامه كونستنت يعني هون احنا الاسامبشن ثيتا امبيانت اوف تي دائما كونستنت راح افترضها كونستنت وراح افترض ثيتا ام هي قديش درجه حراره الجسم اللي عم بسخنه اعلى من درجه حراره ثيتا اي طول الوقت وهي اصلا هاي بنكون بنحكي مثلا 900 درجه او 800 درجه او 700 درجه مئويه فهاي هون بعتبرها constant وبعتبر هذا قديش هذا اعلى منها. عندي هون في ريزيستنس في مقاومة لخروج درجة الحرارة عن طريق القطعة هاي القطعة مضبوط هي لها thermal conductivity بس احنا تخلصنا من هاي الأشياء وطلعنا لها في النهاية رقم واحد اللي هو RTH. RTH قديش رح يقاوم هذا مرور الحرارة وبنقيسها بكلفنز بير وات. فرق بدرجة قديش مقاومة الفلو تبعت الهيت اللي طالع عنه. صفى هذا السيستم بيشبه هذا السيستم تماما مضبوط؟ لاحظين كيف هذا بيشبه هذا؟ عمالي بضخ مي من هون ايش عمالي بدخل؟ حرارة من هون. هذا جسم في له كاباسيتنس الكاباسيتنس هون بايش عبرنا عنها؟ بايه؟ بالاريا مضبوط؟ والفاريبل اللي بتحكم فيه هون شو هو؟ ثيتا ام مش هيك الحراره وهون ايش الفاريبل اللي كنت اتحكم فيه هون؟ اتش اوف تي نفس الطريقه وخروج الحراره كميه الحراره او من هون لهون بعيقها شيء اللي هو ثيرمال ريزيستنس هون شو كان يعيقه؟ الاورفيس الفتحه اللي موجوده هون ونفس الشيء راح اعتبر انه قديش ارتفاع درجه الحراره هون هي راح تحدد الفلو بقسمها على ار اوف تي اتش بتعطيني قديش كميه الفلو اللي طالعه وهون نفس الشيء ايش اعتبرنا؟ اعتبرنا كمية الفلو تبعت المي اللي طالعة بتعتمد على h of t مقسومة على الريزيستنس تبعت القطعة اللي موجودة هون، إذا تقريبا نفس المعادلات بإمكاننا ناخذ نفس المعادلات الموجودة، سهلنا على حالنا اعتبرنا إنه ثيتا a of t كأنها زيرو زي ما اعتبرت هون إنه h الخارجية هون كان اعتبرت إنه هذا الريفرنس. لأنه هو ريلاتيف كله ريلاتيف. إذا خلينا نكتب المعادلات تبعت هذا السيستم اللي موجود هون. في معادلة سهلة أول معادلة نيجي نقول اختلاف درجة الحرارة من هون لهون مقسوم على RTH بعطيني الفلو مضبوط؟ أهملت أنا هاي اعتبرت هلا إنه هون عندي ثيتا M of T كأنها ناقص زيرو ثيتا M of T ناقص زيرو على thermal resistance رح تعطيني Q output of الخروج الفلو اللي بخرج من هون عندي الحرارة
بيعتمد بيزيد كل ما زادت درجة الحرارة وطبعا تتناسب عكسيا مع R T O H درجة الحرارة اللي خارجة. إذا عندي أول معادلة Q out of T تساوي ثيتا، وإحنا هون اتفقنا إن الانبوت نعتبره Q input of T والoutput راح اعتبره ثيتا للماس of T. ثيتا للماس احنا عارفين ان هي قديش درجه الحراره بترتفع عن درجه حراره الامبيت، هذا هو الفاريبل اللي عمال نتحكم فيه كاوتبوت. اذا اول معادله عندي هي ثيتا ام اوف تي على ار تي اتش بتساوي كيو اوت اوف تي. اي معادله هلا ناخذ المعادله الثانيه. هلا التغير في درجه الحراره ريت اوف تشينج لدرجه الحراره هاي على ايش راح يعتمد؟ يعتمد على قديش حراره عم تدخل وقديش حراره عم تطلع، مشان الفرق بينهم. هذا النت فلو زي ما احنا حكينا بالتانك، هون كان عندي المي اللي بتدخل من المضخه والمي اللي بترتفع من المضخه، قسمناها هون على ايه مش هيك؟ حتى اعطتني اتش اوف تي، هون بقسمها على سي، فباخذ واحد على سي زي ما قسمنا هون واحد على ايه، قسمنا واحد على ايه الفلو حتى غير لي اتش اوف تي، فصارت عندي هلا ثيتا دوت التغير في درجة الحرارة من هون يساوي كيو انبوت اوف تي ماينس كيو اوتبوت اوف تي. يعني التغير في درجة الحرارة راح يعتمد على قديش الفلو عندي، لما يكون الفلو الانبوت فلو مساوي للاوتبوت فلو قديش راح يكون التغير في درجة الحرارة؟ زيرو. درجة الحرارة نفسها ما راح تكون زيرو، بس التغير في درجة الحرارة ما راح تتغير درجة الحرارة إذا كان الحرارة اللي بتدخل والحرارة اللي بتطلع نفسها، يعني في نقطة استابيليتي راح أوصلها مضبوط؟ وعلى فكره هيك السيستم توصل الاستابيليتي تبعتها. انت افرض هلا جيت على بيتك وشغلت الصب وخلص انجنيت، بدك تحط الصب وتضلها تسخن الغرفه وشغلت الصب على اخر شيء وبدات ترفع درجه حراره الغرفه، ليش بعد فتره بتوقف درجه الحراره عن الزياد عن الازدياد؟ البلد بصير زي الدم. لا هلا انت رح تسخن كل العمال، رح تسخن العمال الصب نعم بتزيد الحراره. طب ليش زادت الحراره اللي عم تخرج؟ لأن الفرق ما بين الحرارة الداخلية والخارجية زاد، أنت وصلت درجة يعني هون رح يصير في نقطة استابيليتي، افرض احنا بدينا نسخن هاي القطعة هون وتزيد وترتفع درجة حرارتها، ليش بتعمل ستيدي ستيت في النهاية توصل عند ستيدي ستيت؟ النقطة اللي بتعمل عندها ستيدي ستيت لما يصير الفرق بدرجة الحرارة بين هون وهون يسبب لي فلو مساوي لأي فلو؟ للفلو الداخلي. ونفس الشيء رح يصير معك بالتانك، هذا التانك نفس الشيء، يعني ليش هذا التانك ما بضل تزيد المي فيه وتزيد؟ تانك المي اللي احنا بنعبي فيه عمالنا هون رح تضلها مضبوط، ارتفاع المي يزيد رح نوصل نقطة حرجة، شو عند النقطة الحرجة هاي؟ كمية الفلو اللي طالعة من هون مساوي لكمية الفلو اللي داخل، وشو اللي خلى كمية الفلو اللي طالعة تزيد؟ لما ارتفعت الحرارة. فأنت معناها هاي يعني هذه فيها نقطة مهمة، النقطة المهمة هاي انك انت في نقطة معينة رح توقف عند ستيدي ستيت، رح توصل ستيدي ستيت ما رح تضلك تقدر تزيد درجة حرارة الغرفة وتزيدها، رح توصل درجة حرارة الغرفة لأنك أنت عم تدفع الثمن. شو بتدفع ثمن إيش؟ الراحة هاي اللي أنت بدك إياها في الداخل، لما أنت بدك ترتاح في الداخل وتكون درجة حرارتك عالية من هون، دفعت ثمنها إيش؟ خسارة مش هيك؟ طب كيف ممكن أنا أخليها ترتفع أكثر درجة الحرارة بدون ما أزيد الهيتر تبعتي؟ العزل العزل بشكل أحسن. والحالة الوحيدة اللي أنت فعلاً تقدر توصل درجة حرارتك إنفينيتي هي إيش؟ لما يكون هذا العازل إيش؟ بيرفكت. لما تكون ار تي اتش قديش؟ انفينيتي. لو انا قدرت اوصل لغرفه درجه العزل فيها مثاليه 100%، في مخرج للحراره؟ لا ما في مخرج. اذا انت كل ما حطيت حراره اكثر شو بصير بدرجه الهاي؟ بس طبعا هذا وضع مثالي، ما في عازل، ما في بيرفكت، ما في عازل 100%، حتى العازل اللي بتجيبه اللي بيكون ممتاز لازم يكون فيه له حراره معينه، لكن انت صار بامكانك ترفع درجه حراره الغرفه اكثر بنفس الدفايه اللي عم تستعملها من هون، لانك شو عملت بالغرفه؟ عزلتها بشكل احسن. شو طرق العزل المستخدمه في المباني؟ عندنا دبل جليزنج والتربل جليزنج طبعا للشبابيك. تصغير مساحه الشبابيك بتساعد، بس طبعا هاي مشكله تصغير مساحه الشبابيك، ليش؟ بتاثر على الاضاءه، وبصير استهلك اكثر انا في الاضاءه. طبعا والحائط، عندي حائط مثلا داخلي بيكون حائط خارجي، وبين الحائط الداخلي والخارجي شو بحط؟ هلا في ناس بقولوا بخليها هون، في ناس بحطوا بوليسترين، المشكلة في البوليسترين شو بتصير؟ ضغط
انه مرات بده هو نفسه بخرب الماده وبصير فيها رطوبه وبصير هي نفسها موصله بعد فتره اذا خربت. بس اذا نوعيه كويسه من الكوليسترين بتحافظ على حالها. طبعا هذا مش موضوعنا يعني، بس موضوع خارجي. لكن هون هي فكره نفس فكره الموديلينج اللي موجود، فكره الموديلينج للمباني. ولذلك في ناس شو صار يشتغل، ممكن يشتغل موديل لمبنى. يعني انت بامكانك تعمل هلا دايناميك موديل، بتقدر تعمل دايناميك موديل لمبنى اذا عارف انت طبيعه الحيطان اللي موجوده، طبيعه الشبابيك اللي موجوده، الابواب مثلا نوعيات عزل الابواب، مش بامكانك تعمل دايناميك موديل لهذا الباب اذا تعرف الفتحات الموجوده فيه وطبيعه الدفايات اللي موجوده وكيف بشغلها وايش الريتس اللي بشغلها. درجه الحراره برا، درجه الحراره مش ثابته فعليا، مظبوط؟ مش في لها بروفايل يومي تتغير فيه، مش انا بقدر اجيب بروفايل يومي من 24 ساعه وبقدر اجيبه كمان صيف وشتاء وعلى ايام السنه كلها بقدر اعرف. بامكانك كمان الشبابيك تحسب قديش كميه الشمس اللي بتدخل، مش الشمس عم بتدخل حراره، كيف طريقه انتقال الحراره من الشمس دخولها للوسط الشعاع راديشن، ما بدها وسط تدخل من الله. فكل هاي الاشياء كانت تحطها في موديل كامل، وكانت تحسب تعمل موديل، والموديل هذا يجي يجاوبك يقول لك لو انت سخنت مثلا بهاي الطريقه، لو انت غيرت هذا العازل قديش انت كانت توفر طاقه سلبيه. لكن احنا مسالتنا اسهل بكثير من هيك. هاي عندي المعادلتين اللي صاروا هون، قسمنا كميه الفلو على الكاباسيتنس حتى تفرجيني قديش التغير بصير بدرجه الحراره اللي موجوده هون. ديتا ديتا دوت، هاي عندي هون المعادله. شو الانبوت عندي؟ كيو انبوت. شو الاوتبوت؟ ديتا. مين الفيرب اللي بدي اتخلص منه؟ كيو اوت. بس كيو اوت هيو، فبقدر اعوض واحد في اثنين. اذا عوضت واحد في اثنين بصير عندي ديتا دوت ام اوف تي مضروبه في سي تساوي Q input of T minus theta M of T على R TH. طلعوا الثيتا على جهة واحدة، بصير عندي Q input of T تساوي C theta dot of M of T minus theta M of T على R TH. هذا نقدر ناخذ اللابلاس ترانسفورم. ناخذ اللابلاس ترانسفورم لجهتين ونفترض انه ثيتا ام اوف تي 0 بتساوي 0، يعني كاني بدات درجه حراره الغرفه من درجه حراره الامبيانس. ايش الماينس؟ نقلت هاي على الجهه الثانيه، تغيرت اشارتها، مظبوط؟ مظبوط. كاني بفترض انه بدات درجه حراره الغرفه من درجه حراره الامبيانت، لانه احنا عرفنا ثيتا ام هي قديش برتفع عن درجه حراره الامبيانت. اذا صار عندي لما باخذ هلا هاي صار عندي كيو انبوت اوف اس بتساوي ثيتا اوف اس سي اس زائد 1 على ار تي اتش، صار عندي F of S بتساوي theta of S على Q input of S بتساوي 1 على CS زائد 1 على RTH. حتى احول steady state، حتى احول هذه ل 1 بضرب كل شيء في RTH، بصير عندي RTH على C RTH S زائد 1. اذا هاي عندي صار السيستم الاخير هلا بامكاننا نضيفه، حطه بالازرق. السيستم الاخير بحطه هون بالازرق، راح يكون عندي حجره. حاطط انا عليها عازل من جهه واحده، هون عازل مثالي من خمس جهات، دخلنا عليها كويل، اعطاني كيو انبوت اوف تي، وعندي هون درجه الحراره اللي اتحكم فيها هي ثيتا ام اوف تي. عندي الحجره هون فيها specific heat C وفي هون عندي thermal resistance، فK steady state gain راح يكون RTH، time constant راح يكون CR زي RC. هون هاي صار عندي هذا كم سيستم درسنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 سيستمز dynamic systems كلهم هدول first order systems.
هلا قبل ما ننتقل للسكند اوردر سيستمز بدنا نراجع شوي بعض اللابلاس ترانسفورمز، وبعد ما نراجع اللابلاس ترانسفورمز بدنا نعرف لو انا دخلت امبلس او دخلت ستيب او دخلت رام او دخلت بارابولا او دخلت ساينوسويد اي واحد من السيستمز هذول ايش بيطلع معي الاول، مش هيك؟ المفروض هذا كله بتعرفه مراجعة مضبوط. شو بعمل؟ شو الفكرة العامة اللي بعملها حتى اطلع؟ صار عندي الان انا لابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم ميزته انه اذا انا بطلع لابلاس ترانسفورم للانبوت وبضربه في الترانسفير فانكشن شو بعطيني؟ بعطيني لابلاس ترانسفورم للاوتبوت. بعمل انفرس لابلاس ترانسفورم على الاوتبوت شو بعطيني؟ بعطيني التايم دومين انبوت از ا فانكشن اوف تايم. اذا الفكرة العامة الان رح نطبقها هي انه ناخذ سيجنالز معينة، بعض الانبوت سيجنالز، الانبوت سيجنالز هاي رح نطلع اللابلاس ترانسفورم، رح نعرفها احنا بالتايم دومين، رح ندخل هاي السيستمز السيجنالز على السيستم اللي عندي، والسيستم اللي عندي انا عارف الترانسفير فانكشن تبعته. رح افترض انا هلا تبسيطا انه الترانسفير فانكشن تبعت السيستمز كلها اللي رح ندرسها الان اف او اس بتساوي 1 على تاو اس زائد 1. اهبلت انا ستيدي ستيت جيت ما هو مضروب، مضروب في كي، مش هيك؟ ما فيش يعني اللينياريتي شو بتقول لي؟ اذا طلعت الجواب لهاي معناها لو عندي كي شو بكون الجواب مطلوب؟ مضروب في كي نفس الشيء. فرح ابسط انا الامور، رح اخذ 1 على تاو اس زائد 1. تاو هو ترانسفير فانكشن، وفرضت انا هون ستيدي ستيت جيت تبع السيستم هذا. خلينا ناخذ هلا بعض اللابلاس ترانسفورم تيرز. بالنسبة للويب سايت، الويب سايت شغالة، وفي على الموقع حكيت لكم في على الموقع موجود كنترول سيستمز، تفتح الكنترول سيستمز فيها تقريبا المادة اللي بدينا فيها من قبل، اللي بده يراجع المودلينج سيميليشن كمان موجودة على الموقع الرئيسي. أعطيتكم الهاند أوت، لما أعطيتكم الهاند أوت كان في تو لينكس مضبوط؟ اللينك تبعت ال www2 عليها الاثنين شغالات بس اللي عليها المادة هي هذا. فبتفتح رح تلاقي في 13 لينك في الماتيريال، تعمل اكسباند بيطلع معك 13 لينك، واحده منهم اسمها موديلنج سيميليشن والثانيه مكتوب عليها كنترول سيستمز. الماده موجوده على الكنترول سيستمز، موجوده على الموديلنج سيميليشن. بدي اراجع بقدر ارجع على الموديلنج سيميليشن، الماده الجديده رح تبدا تنزل على الكنترول سيستم. اذا خلينا ناخذ هلا بعض اللابلاس ترانسفورم بيرز. بالامتحان بعطيك التيبل هاي ما في حاجه تحفظه بس تكون فاهم شو اللي بتعمله. ناخذ بعض اللابلاس ترانسفورم بيرز، حكينا الامبلس، قلنا الامبلس هي عباره عن سيجنال لحظية كأنها بتصير لفترة قصيرة جدا بس الماجنيتود تبعها كبير. لو رسمتها بلاقي الاريا تحتها واحد، الويت تبعها فيري سمول والهايت تبعها فيري هاي. في الواقع في المختبر انا ما بقدر اجيب السيجنال هاي، فلو فرضا مثلا عندي هون فانكشن جنريتر، وفانكشن جنريتر مثلا بدي اجيب منه امبلس ادخلها على السيستم، ممكن اعمل فانكشن جنريتر مثلا عرضه يكون عرض السيجنال هاي تكون مثلا 1 ملي سكند، والارتفاع تبع هاي يكون 1000 لانه انا في الواقع ما عندي شيء انفينيتي ولا عندي شيء زيرو، مش هيك؟ لو انت بدك تروح تفحص السيستم في الواقع، تفحص سيستم معين في الواقع، هلا هدول حاصل ضربهم قد ايش؟ 1 فولت، مش هيك؟ 1 لا هو فولت ولا 1 فولت سكند؟ 1 فولت سكند بتروح على، المهم الاريا تحت هذه تكون 1، الديوريشن تبعها لو بدك تحسن هاي السيجنال شو بتعمل؟ لو فعلا بدها تخترب من الامبلس بشكل تقلل الديوريشن ل 1 ملي سكند مايكرو سكند، وبتعمل الارتفاع تبعها مليون فولت اذا بتقدر تجيب مليون فولت. هذه عم بقترب انا من الامبلس. في الواقع يعني كان صعب اجيب هاي، يمكن اجيب شيء زي هيك، فكاني عم بعرض السيستم لقيمه كبيره جدا لفتره قصيره جدا وبشوف الريسبونس تبعه. الريسبونس تبع فيرست اوردر سيستم لامبلس زي هيك بعطيه. مثلا سكند اوردر سيستم بس رح نشوف رح نطلع عليهم كيف بنطلعهم. فكاني ايش عمالي بعمل؟ بعمل بضرب السيستم بجيب شاكوش كاني. طبعا في الميكانيكال كمان نفس الشيء، الميكانيكال سيستمز بقدر اعملها فورس لو بدي ادخل فورس، ففورس نفس الشيء ممكن اجيب فورس ارتفاعها 1000 نيوتن وعرضها 1 ملي سكند، فكاني عرضت السيستم هذا ليونت امبلس بنفس الطريقه. السيستم جيت ضربته مثلا بشاكوش او حطيت ازميل ضربته ضربه
سريعة جدا بس عالية بعطيني ريسبونس للسيستم، عمال بشوف انا السيستم عمال بحكي لي شيء عن السيستم مضبوط؟ لاحظين هذول كيف بيختلفوا الاثنين عن بعض؟ مش انا كأني عملت نوع من السيستم ايدنتيفيكيشن للسيستم، كأني عمال بفهم السيستم هذا كيف بيتصرف؟ لما عرضته للإمباكت وشفت الريسبونس تبعه كيف صار؟ إذا اللابلاس ترانسفورم لإمبالس هو كونستنت أو واحد. هستعمل أنا هاي الإشارة. إذا اللابلاس ترانسفورم للدلتا أوف تي هي واحد. انا بستعمل يو اوف تي كانه بكتابه بستعمل يو اوف تي زي ما حكيت لكم انا بفضل انه استعمل يو اوف تي بس حتى ناكد انه الستيب فانكشن ما لها اكزيستنس قبل الزيرو اذا الستيب فانكشن هذه عباره عن ستيب فانكشن ما لها وجود من ماينس انفينيتي لزيرو بعدين بصير لها وجود بعد هيك طبعا اذا ضربت هون في كي بضرب هون في كي مش هيك يعني اللابلاس ترانسفورم من خصائصه انه لينير اذا بضرب هاي في 5 بتصير هاي 5 اذا ضربت هاي في 10 بتصير هذه 10 اذا جمعت اذا اخذت اللابلاس ترانسفورم للسيجنال الاولى زائد السيجنال الثانيه شو بيساوي بيساوي اللابلاس ترانسفورم للاولى زائد الثانيه يعني اذا عندي اللابلاس ترانسفورم ل اف 1 اوف تي او اذا لا اذا اف 1 اوف تي لها لابلاس ترانسفورم اف 1 اوف اس والسيجنال الثاني اف 2 اوف تي لها لابلاس ترانسفورم اف 2 اوف اس اذا بقدر استنتج مباشره انه اللابلاس ترانسفورم للسيجنال اللي مجموع اف 1 اوف تي واف 2 اوف تي هي مجموع اف 1 واف 2 مضبوط؟ سوبر تكامل هاي شو بيساوي؟ تكامل دلتا تي بيساوي اوف تي مظبوط؟ مش الاريا تحتها واحد بعد ما امر عن زيرو بشوي قديش بكون كاملت منها؟ واحد فتكامل دلتا تي بيساوي يو اوف تي المشتق في يو اوف تي بتساوي دلتا تي مظبوط؟ دي يو اوف تي على دي تي بتساوي دلتا تي فهلا عم نمشي احنا هيك من واحدة للثانية. هلا لو جينا أخذنا الرامب رامب سيجنال الرامب اللي هي تي يو أوف تي راح تشوفها كمان في كثير كتب مكتوبة تي الخطر لما بنكتب تي إيش بنفكر؟ هاي مش 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 هاي مش مش تي أوف مش تي يو أوف تي مظبوط هذه مش رامب بمعنى إحنا باللابلاس وين الرامب؟ هيها الطريقة الوحيدة حتى تجيب هاي وهاي إيش لازم تعمل؟ تي يو أوف تي إذا T U O T شو راح تكون؟ واحد على S نفس الشيء ايش بتلاحظ؟ تكامل U of T هي T U رام مش إذا كاملت الستيب فانكشن شو بتعطيني؟ مش هاي تكاملها بعطيني هيك؟ مظبوط ومشتقة هاي بعطيني هذا ونفس الشيء من ماينس انفينيتي لزيرو ما في أي شيء هلا بدي اخذ تي سكوير يو اوف تي انا لاحظ هاي اذا اشتقيتها شو بتعطيني؟ هاي بنسميها بارابوليك انبوت او بارابولا لان هاي شكلها كيف رح يكون؟ كيف شكل البارابولا اللي بتمر في الاوريجن؟ بعدين من هون ايش بصير من هون؟ العكس تبتدي لا العكس تبتدي تي اوف تي وبشكل عام كقاعده عندي واحد على ان ماينس 1 فاكتوريال تي تو ذا ان ماينس 1 يو اوف تي واحد على اس اللي بتنطبق القاعدة هذه وهي هي هون هي ثلاثة ثلاثة ناقص واحد اثنين واحد على اثنين تو تي تو إذا إذا باخذ واحد على n minus 1 factorial تي تو ذا n minus 1 مضروبة في يو اوف تي بتعطيني واحد على اس على فكرة شو عم نعمل؟ احنا عم نضرب في تي ونقسم على اس
يعني شو العلاقه بين الفريكونسي والزمن؟ عكس بعض، مش هيك؟ فلما بضرب في تي بقسم على اس، ولما بضرب في اس بقسم على تي، وهكذا. اذا هون بشكل عام اي واي وحده من هذول اذا بشتقها بتعطيني اللي اقل منها، اذا بشتقها بتعطيني اللي اقل منها. هي اشتقاق هاي بعطيني تي، اشتقاق تي بعطيني واحد، اشتقاق الواحد بعطيني دلتا، دلتا او تي بالبلس. الشيفت في الفريكونسي دومين، شو يعني شيفت؟ لما بقول شيفت يعني مثلا انا عندي واحد على اس زائد اي، كاني عملت شيفت في الاس، مش هيك؟ الشيفت في الفريكونسي دومين ايش بكون بالتايم دومين؟ ضرب في اي تو ذا ماينس اي تي. لاحظوا الاشاره اختلفت، كانت هون بوزيتيف هون صارت نيجاتيف. الشيفت في الفريكونسي دومين بعطيني ضرب في a to the minus a t في التايم دومين. والشيفت في التايم دومين بس هون الاشاره ما اختلفت. هي شيفت في التايم دومين، يعني كان عمالي باخر الايفنت لفتره زمنيه معينه. شو يعني باخر الايفنت في الزمن؟ ايش يعني؟ ايش يعني مثلا شو الفرق بين يو اوف تي ويو اوف تي ماينس تي نوت؟ فيزيكلي لما بشوفها، لما بطلع عليها بعيوني شو بشوف؟ بناخر استجابته، يعني باخر الانبوت. يعني هذا عندي عباره عن يو تي تي، هذا يو اوف تي ماينس تي نوت، وهي شو زي الكباسيتر يعني؟ لا شوف هذا مش طلع، شو الديلي هذا؟ شو الديلي؟ طلعوا هذا، نعم تفضل. شو الديلي هذا اللي عم بيصير؟ هذا مش اللي بتشوفه بالكباستر، مش هيك؟ الكباستر كيف كان ياخر؟ مش كان يعمل لي هذا السلوب من هون؟ يبدا هو يعني يبدا يجاوب، يعني زي طالب انا بقول له ابدا ادرس، شو ببدا يعمل؟ ببدا ببطء في البدايه، بستجيب مباشره بس احكي له ابدا ادرس. بس بقول لي يا دكتور انا لسه في اشياء كثير بدي اراجعها ومش فاهم، فضعيف بالبدايه. بعد اسبوع اسبوعين شو بلاقي وصل؟ وصل للمرحلة اللي أنا بدي إياها، هذا استجاب مباشرة. بس في طالب ثاني شو عمل؟ طلبت منه يبدأ يدرس، شو عمل؟ ولا عمل أي شيء، ضل قاعد يلعب شدة. وهذا بعد أسبوع بدأ يدرس بالليفل اللي بدي إياه، شاطر كأنه هو شاطر بس مهمل أو بده يتسلى. هاي في فرق بين هاي وفي فرق بين هاي، مش في فرق بين هاي وهاي؟ هذه بدأت تستجيب مباشرة بس بضعف في البداية، هذا بنسميه فيرست اوردر سيستم، هذا لينير ما في هذا على فكرة نون لينيرتي، نوع من النون لينيرتي، وهذا موجود في المصانع، مشكلة كبيرة في المصانع. شوفوا كيف هذه مشكلة في المصنع. افرض عندي أنا هون خط إنتاج، وفي عندي هون عمالي بنزل مثلا اسمنت أو رمل، والرمل عماله بينزل هون على خط الإنتاج، بس أنا مش قادر أحط سنسر بدي أقيس أنا بهذا الرمل، بدي اقيس الرطوبه الموجوده فيه، مش قادر احط سنسر هون لسبب معين، ما فيش امكاني اوصل له هون، فاضطريت احط السنسر تبعي هون. السنسر هذا بيقيس الهيوميديتي اللي موجوده في الرمل، لانه انا بعدين مثلا افرض عندي انا الهيوميديتي هون، وانا في عندي حارق هون وفي عندي فرن، والفرن عماله بسخن هذا الرمل عشان يخفف منه هذا. اي تاثير بعمله هون على الرمل ايمتى بعرف عنه؟ هون هذا اسمه ترانسبورت لاج. هذا مش تايم كونستانت، هذا مش تايم كونستانت زي هذا، هذا اسمه ترانسبورت لاج. فكل شيء شفتي بالعالم كله شفت، مش قادر انا اشوف نتيجه الافعال اللي بعملها غير بعد 5 ثواني او 10 ثواني. هذا بعتبره نوع من النون لينيرتي، مشكله كبيره في الصناعه. هلا ممكن تحاول تحله، احسن طريقه تحاول تحله ما تخليش الترانسبورت هذا يصير من الاصل. حط السنسر تبعك هون، مش احسن احط السنسر تبعي هون اذا بقدر؟ احيانا ما بقدر لاسباب معينه. مثلا عندي خط انبوب مي او ماده، وعمالي بضيف الماده هون، بضيف حامض معين مثلا غير التركيز، ما ببينش هذا الاثر معي هون غير لما هذا يدخل في التانك الكبير. عندي هون هاي المي سرعتها لها سرعه معينه، او السائل هذا له سرعه معينه، ففي تاخير تي. هذا بنسميه ترانسبورت لاج. ما اتلخبط بين الترانسبورت لاج والفيرست اوردر سيستم ديلي، هذا بعتبره كانه فيرست اوردر سيستم ديلي، عمالي باثر على شيء معين، برفع درجه حرارته بدا يرتفع بس اخذه، هذا اسمه ترانسبورت لاج. هذا هو الشيفت ان تايم.
ولذلك السيجنال اللي بشوفها ما بتكون يو اوف تي مثلا، بتكون مضروبه في يو اوف تي ماينس تي زيرو. ماينس يعني متاخر، كل شيء متاخر هون اللي بعمله عمار متاخر عندي اللي هو الشيفت ان تايم. هذا بنسميه ترانسبورت لاج، هذا نوع من انواع اللينيرتي. وله طبعا حلول معينه، بيحتاج حلول معينه حتى اقدر اتحكم، صعب جدا اتحكم بالسيستم. لاحظين هذا شو مشكله السيستم لما بتحكم فيه؟ شو رح يصير؟ احنا هلا ماده كنترول رح نوصل مرحله معينه نقول كيف بتحكم بالسيستم هذا؟ هذا مشكله التحكم فيه، ليش؟ عمرك اجيت تغير المي السخنه والبارده في البيت؟ بدك مثلا تغسل ايديك وبدك مي سخن. بتروح بتحرك وافرض افرض مثلا بالشاور، الشاور مشكلته في طويل مظبوط؟ في حوالي مثلا متر او مترين وفي عمالك بتغير، فبتغير انت بتحس زدت السخنه، حسيت ايش حسيتها؟ لساها بارده. هي فعليا تغيرت بس اخذت وقت لحد ما توصل الى شو بتعصب انت بتعمل؟ شو بتروح بتزيدها كمان بتحس لساها بارده، فعلا خلص بتزيدها على الاخر، هلا فجاه بكون وصل الاثر تبع التغيير الاول هون، شو بتحسها؟ سخنة جدا مش هيك؟ شو بتروح بتعمل؟ بتروح بتبدا ترجع بسرعه بسرعه بترجع بتحس لساها سخنه، شو بتعمل كمان؟ بتشد كمان بتصير بارده جدا، هذا بيعمل اوسيليشن مظبوط؟ شو المفروض كان انت تعمل؟ لازم تستنى زمن تي مثلا. هذه من اسوأ انواع اللينيرتي بنسميها ترانسبورت لاج. ممكن تخلي السيستم انستيبل، لو عندك كنترولر سيئه راح تلاقي السيستم هذا الرطوبه في الرمل بتزيد كثير، لانك شو راح تعمل انت من هون؟ بتحسها هون انها لسه فيها هيوميديتي كثيره، شو بتعمل بالفرن؟ بتزيد الحراره فيه. بدون بحس السيستم انه لسه الهاي فيها هيوميديتي عالي، هو طبعا عماله بتطلع بعد اللي مروا بعد ما شغل الفرن. بروح بزيده، شو بصير هلا هذا؟ بنحرق حرق مش هيك؟ بعد فترة بوصل هون، شو بروح بعمل؟ بروح بخفف درجة حرارة الفرن، بوصل هذا رقم جدا، وبتلاقي الرطوبة تبعت الاسمنت هيك بتصير. طبعا هذا خرب لأنه رطب جدا من هون، وهذا انحرق مثلا شربت المادة اللي موجودة فيه. هاي أحد المشاكل، مشاكل كثيرة في الصناعة في البروسيس اندستري، مشكلة كبيرة هاي الترانسبورت لاجي اللي موجودة. طيب خلينا نشطب هذا كله بس نرجع رح نحط بس الديلي التايم ديلي اللي صار عندي بالسيستم. اذا التايم ديلي الشيفت يعني اف تي ماينس تي نوت بعطيني اف اوف ماينس تي نوت بضرب في اي تو ذا ماينس تي نوت اس. لكن لو عندي f of s minus a تعطيني f of t مضروبة في ايش؟ f of s plus a e to the minus a t. لما عملت shift بال s بدال s وين ما في s ايش حطيت محلها؟ s plus a عوضت محلها هون ايش؟ e to the minus a. بعدين اذا عندي f of 1 of t زائد f2 of t بكون عندي f1 of s زائد f2 of s. وطبعا كمان حسب هاي ايش عندي؟ لو عندي k f1 of t شو راح تكون؟ k f1 of s او k f of s k f of t. هاي كلها characteristics of the Laplace transform superposition scaling. شيفت هذه بنسميها تايم شيفت وهذه بنسميها فريكونسي شيفت. تايم شيفت فريكونسي شيفت. طلع عندي اخر شيء الساين والكوساين. كوساين اوميجا تي كوساين اوميجا تي كوساين اوميجا تي عندي اس على اس سكوير على اس سكوير بلس اوميجا سكوير هون عندي اوميجا على اس سكوير زائد اوميجا سكوير. هدول المفروض اذا هدول متذكرينهم نقدر تقريبا نعمل معظم المسائل اللي موجوده نقدر نعملها في الفيرست والسكند اوردر سيستمز. المفروض نقدر نستعملهم كلهم عشان نطلع اللابلاس ترانسفورم والانفرس لابلاس ترانسفورم.
طيب ناخذ هلا رح ناخذ الفيرست اوردر سيستم يطلع الواي اوف تي وانا عارف الاكس اوف تي وعندي هون واحد على تاو اس زائد واحد ايش الاستراتيجيه تبعتي رح تكون باخذ هذا التايم دومين بحول الانبوت من التايم دومين للفريكوانسي دومين رح يطلع اللابلاس ترانسفورم بضرب هذا لانه هاي خاصيه اللابلاس ترانسفورم قلنا انه واي of s بتساوي x of s مضروب ضرب f of s في حين لو بدي اعملها هاي بالتايم دومين كان بدي اعمل convolution بدي اعمل convolution بين x of t كان y of t بتساوي يعمل معقب طبعا انا بعمل ماينس لوحده منهم بعملها شيفت لماينس انفينيتي بعدين بصير اغير تي واضرب الاثنين في بعض عملي معقد الكونفولوشن اسهل بكثير اني اعمل مالتيبليكيشن ولذلك المالتيبليكيشن بتتحول او الكونفولوشن بتتحول ل مالتيبليكيشن بالتايم دومين بالفريكوانسي دومين فاذا بطلع هلا بحول اكس اوف تي بحولها ل اكس اوف اس y of s بتساوي x of s في f of s وبعدين شو بعمل؟ بحول y of s بحولها ل y of t يعني هاي طبعا inverse Laplace transform فبعمل inverse Laplace transform ل y of s بتحول لي y of t بعمل Laplace transform ل x of t و f of s احنا بنعرف كيف نطلعها مش هيك؟ عملناها قبل هيك مش بنعرف نطلع كلاس فانكشن للسيستم نحدد شو الانبوت والاوتبوت اذا هلا رح نبدا ناخذ رح ناخذ the first order system رح اخذ impulse و step و ramp و parabola وبعدين رح نحاول ناخذ كمان ناخذ sine او cosine ندخل sine او cosine على the first order system نشوف الاوتبوت شو بيطلع لنا بالرياضيات الهندسية واحد شو كنتوا تعملوا؟ قديش كنتوا تغطوا من اللابلاس ترانسفورم؟ كنتوا تغطوا هاي الأشياء؟ كله مش هيك عملتوها كنتوا بس ما كنتوا تعملوا موديلينج كنت تفترض إنه عندك اف اوف اس مش هيك؟ طيب خلينا ناخذ هلا دلتا اوف تي لو أنا دخلت دلتا اوف تي على فيرست أوردر سيستم يطلع الأوتبوت من هون ايش دلتا اوف تي اللابلاس ترانسفورم تبعها؟ واحد فصار عندي هلا واي اوف اس بيساوي x of s في f of s ويساوي 1 في f of s فبيساوي f of s اللي هو 1 على tau s زائد 1 اذا كان هذا عندي first order system اذا y of t بيساوي الانفرس لابلاس ترانسفورم لهذا مش هيك؟ بس هذا خلينا نحطه بشكل اقرب للشكل اللي احنا حافظينه، الشكل اللي احنا حافظينه s plus a مش هيك؟ اذا هذا بتحوله ل s plus a شو بصير؟ بصير 1 على tau S plus 1 على تاو، شو هدول نفسهم؟ 1 على S plus 1 على تاو، 1 على تاو هي؟ إيه، إذا هاي بتصير عندي، الواحد على تاو اللي برا هاي بتصير كأنها فاكتور مضروب فيه، وهاي بتصير عندي E to the minus T على، لكن شو ما لازم أضربها؟ إذا نكون دقيقين المفروض أضربها في U of T، لأن إذا ما ضربتها شو راح نفكر؟ مضبوط؟ لو انا مش ضاربها في يو اوف تي انت راح تقول لي هي الاوتبوت مستحيل يكون في عندك هل ممكن يكون عندي اوتبوت قبل ما يكون عندي انبوت؟ شو اسمه هذا البرنسبل في الكنترول مهم جدا بصيرش يكون عندي اوتبوت قبل ما يصير في انبوت زيرو زيرو درفت لا لا في له في له اسم مش الاشي بسبب شيء ثاني مش هيك؟ شو بنسميه هذا المبدا؟ كوزاليتي السببيه في شيء بسبب شيء في المستقبل عمره في شيء بالحاضر ممكن يسبب شيء في الماضي وبصير شو اللي صار السيستم لانه دخل شيء على الزيرو تايم سبب اذا هون فيش عندي شيء هذا ما في عندي شيء وهذا بضمنه باني ايش اضرب يو اوف تي بتعمل هذا الاوتبوت ضمنيا هلا في معظم الكتب والهذا حتى هي هاي الشيوخ للتخفيف بس انت بتتذكر بس انه هاي مضروبه دائما في يو اوف تي اذا قديش هاي قيمتها عند تايم زيرو e to the minus 0 قديش؟ تاو 1 يكون عند 1 على تاو اذا هاي ارتفاعها 1 على تاو
اذا راح اشوفه في هذا السيستم التايم زيرو لما بضرب الامبلس قديش راح يطلع عندي الاوتبوت راح يطلع فجاه لواحد على تاو وبعدها راح يعمل ديكي اكسبوننشلي قديش الفاليو ات انفينيتي واي اوف انفينيتي زيرو اذا راح يعمل ديكي للزيرو وهذا منطقي الانرجي اختفت خلص تخزنت فيها شويه انرجي وبعدين بعد فتره طويله جدا اختفت اذا هذا السيستم الانبوت كيلو كان امبلس عشان ما اضطرش ارسم هاي طالع على انفينيتي شو بعمل بحط السهم هاي شارة السهم والاوتبوت راح يكون هذا الشكل هذا الريسبونس تبع الفيرست اوردر سيستم ده امبلس ستيب لو اخذنا ستيب موضوع U of T. إيش الترانسفورم لابد الترانسفورم ده هو U of T واحد على S. إذا Y of S هلا بتساوي واحد على S مضروبة في الترانسفير فانكشن اللي صارت واحد على S مضروبة في واحد على تاو S زائد واحد. شو بدي أعمل هلا؟ عملناها مرة ماضية. عملناها. طيب شو طلع معي الجواب الآخر؟ طلع معي Y of T بتساوي U of T إذا بتكملوها هاي بطلع معكم واحد ماينس E to the minus T على قديش اذا الاوتبوت تبع هاي التايم زيرو؟ التايم زيرو زيرو لانه هاي بتكون واحد وقت انفينيتي قديش بتصير؟ واحد اذا بيطلع عندي هون هاي الانبوت اذا الايرور بكون عندي كثير في البدايه بس بعد فتره طويله جدا الايرور بروح ل زيرو لو جينا هلا انتقلنا للمرحله اللي بعدها راح اخذ رام راح ادخل على السيستم رام اذا عندي هون هلا x of t يساوي t u of t صار عندي هلا بدي اخذ x of s راح تصير 1 على s سكوير وبعدين هلا بصير عندي الاوتبوت اللي هو y of s يساوي 1 على s سكوير مضروب في تاو s زائد 1 بدي اعمل ايش هلا؟ partial fraction expansion هلا لو جربت انك انت تعمل a على s سكوير احنا بنعرفها بس انا عمالي بحكي هاي لو حاولت تعمل a على s سكوير زائد b على تاو s بلس 1 ما بيطلع معك جواب بيطلع معك نون لوجيكال غير منطقي فبضطر ايش اعمل؟ لازم اعمل a على s سكوير زائد b على s زائد c على تاو s هاي الطريقه الوحيده اللي بيطلع معك لوجيكال انسر بيطلع جربها اذا ما مصدقني جربها انا دائما بجربها جربها اعملها a على s سكوير زائد b على تاو s زائد 1 بتطلع معك ارقام غير منطقيه بتطلع قيم a و b مش منطقيه ممكن اخذها a s بلس b على s سكوير بزبط معك؟ حط ايش بايش بدك تعمل؟ جربها يعني هو هيك المفروض انها تظبط ممكن هلا هون لو كملنا ناخذ اس سكوير مضروبه في تاو اس زائد واحد اقسمها على اس سكوير بتعطيني اي تاو اس زائد اي بقسمها على هاي بتعطيني b تاو s سكوير زائد b تعطيني هاي على هاي تعطيني s سكوير على b s مش هيك زائد b s واخر وحده بتعطيني c s سكوير هلا لكل الفاليوز اوف s هذا كله لازم يساوي واحد ولذلك احيانا احنا نرسمها بهذا الشكل نكتبها بهذا الشكل a تاو s زائد a زائد b تاو s سكوير زائد b s زائد c s سكوير شو معنى هاي؟ لكل الفاليوز اوف s لازم هاي تكون صحيحه ما بصير اروح افتش على فاليو اوف s يحقق هاي المعادله لازم كل الفاليوز اوف s تكون صحيحه حتى هاي تكون صحيحه لازم معامل s تو ذا زيرو هون يكون مساوي لمعامل s تو ذا زيرو هون معامل s تو ذا 1 هون يكون مساوي لمعامل s 1 هون s سكوير يساوي معامل s سكوير وهكذا إذا بناخذ معامل s to the 0 قديش معامل s to the 0؟ تساوي 1 ايه تساوي 1 هاي أول شيء بعدين ناخذ معادلة اللي بعدها اللي هي معامل s معامل s عندي a تاو s بلس b إذا a تاو بلس b لازم يساوي 0 إذا b بتساوي ماينس a تاو b ماينس
صارت عندي هلا سي بقدر اطلع سي معاملات اس سكوير. ايش معاملات اس سكوير؟ دي بيتا بلس سي. وهي كمان لازم تساوي زيرو. اذا سي شو بتساوي؟ صار عندي تاو في تاو تاو سكوير ماينس تاو سكوير بتروح الجهه الثانيه بتصير بلس تاو سكوير. اذا نعوض في المعادله الاصليه صارت عندي واي اوف اس بتساوي 1 على اس سكوير ناقص تاو على اس زائد تاو سكوير على تاو اس زائد 1. هلا بدنا نعمل الانفرس لابلاس ترانسفورم. مش قلنا اف 1 اس زائد اف 2 اس؟ لا الانفرس لابلاس ترانسفورم رح تكون اف 1 اوف تي اف 2 اوف تي اف 2 اوف تي. اذا بقدر اتعامل مع كل واحد منها عشان هيك عملنا فاشن فراكشن اكسبانشن مش هيك؟ لانه هلا كل واحد منها بقدر اتعامل معها لحالها. 1 على اس سكوير تي يو اوف تي ناقص 1 على اس يو اوف تي مش هيك؟ بس في عندي مضروبه في تاو. وعندي اخر شيء هاي بدنا نحولها للشكل اللي احنا بنعرفه. ايش الشكل اللي احنا بنعرفه؟ نقسم هون على تاو نقسم على تاو بتصير هاي عندي عباره عن تاو على اس زائد 1 على تاو. اذا 1 على اس بلس اي بتصير اي تو ذا ماينس تي على تاو. بس عندي مضروبه من برا في تاو وكلها طبعا مضروبه في يو اوف تي. يو اوف تي يو اوف تي يو اوف تي بقدر اطلعها برا. ايش بكون عندي جوا؟ تي ماينس تاو بلس اي تو ذا ماينس تي على تاو. خلينا نطلع عليها هاي، شو بتقول لي هاي؟ ايش المعادله هاي؟ لو اول شيء اهملنا الاي تو ذا ماينس تي على تاو، شو الاوتبوت؟ شيفتد شيفتد ان ايش؟ ان تايم باي قديش؟ تاو باي تاو. شفت بنقول ماينس تاو متاخره ولا متقدمه راح تكون؟ متاخره. اذا كاني عمالي بقول الشكل التالي. هي طبعا عندي هي الانبوت خلينا نحطهم بلونين مختلفين، نحط الانبوت بالاحمر. هي الانبوت مش هيك اللي هو تي يو اوف تي. طيب والاوتبوت ايش راح يعمل عندي؟ راح يكون شفتد ان تاو متاخر عقب تاو، يعني بدي ازيح هون بهاي المقدار هيك تاو. وراح ارسم هلا خط. هذا الجزء راح يكون كبير في البدايه ولا في النهايه؟ في البدايه. في البدايه في النهايه لما تصير تي كبيره جدا شو بصير بالكوانتيتي هاي؟ تختفي. هاي ترانزنت على فكره مش هيك؟ في البدايه قديش راح تكون قيمتها؟ واحد. راح تكون قيمتها كامله. فراح تلاقي هاي من هون هذا الاي تيرم هو راح يسبب القطعه. يعني طبعا احنا هون راسه هو المفروض موازي خط موازي للخط هذا. هذا كانه تي ماينس تاو. شو بنستنتج اذا بالحاله هاي؟ لو انا دخلت رامب على فيرست اوردر سيستم شو بيعمل لي؟ عم بحاول يتبعه، عم بيعمل جهده انه يتبعه. لكن مشكلته انه طول الوقت متاخر عنه بمقدار تاو. يعني في شيفت بينهم تاو راح يضل هذا، قديش الستدي ستيت ايرور راح يكون؟ تاو كمان. لانه هاي كمان رح تطلع معي تاو. وفي اي لحظه من اللحظات اذا طلعت رح الاقي ستيدي ستيت ايرور كمان رح يكون ما بين الاثنين تاو الايرور. فاذا الستيدي ستيت ايرور في الحاله هاي ما رح يروح لزيرو مضبوط. بعد فتره طويله جدا الفتره طويله جدا انتهى الترانزيت ريسبونس انتهى. بعد فترة طويلة جدا رح يكون الفرق ما بين الانبوت والاوتبوت هو تاو، إذا في عندي ستيدي ستيت ايرور، إذا القاعدة اللي تعلمناها إذا دخلت ستيب فانكشن على فيرست اوردر سيستم بعد فترة طويلة جدا الستيدي ستيت ايرور رح يكون زيرو. إذا دخلت رامب فانكشن على فيرست اوردر سيستم بعد فترة طويلة جدا لما يختفي ستيدي ستيت ايرور رح يكون عندي الايرور هو تاو. تاو إذا كان طبعا ستيدي ستيت جين واحد، ولو ستيدي ستيت جين كي رح يكون الايرور كي في تاو. ماشي واضحة هاي؟ وهي على فكرة إذا بتدرس مثلا زي مادة القياسات، مادة القياسات عمالي بقيس ترمومتر، لو عندي ترمومتر على فكرة، لو عندي ترمومتر وحطيت ترمومتر في باف بس درجة حرارة الباف عمالها بتزيد باستمرار عمرها ما راح تهدى من هاي مضبوط؟ لأنه متأخر عنه هو. لو إنه لو درجة حرارة الباف ثابتة ما في مشكلة. لو أنا جيت على حمام في مي ساخنة وحطيت فيه هذا شو بعمل؟
انا دخلت عليه ستيب كاني مزبوط بستنى 5 تاو بعطيني حراره المي. لكن لو هاي مثلا هذا وين المثال بنشوفه؟ لو عندي منطار يا رب حط لك المنطار وين؟ وبيطلع قديش قديش بيطلعوا بسرعه هيك قديش السرعه اللي بيطلع فيها من هون؟ ما بعرف بس شوي شوي مش كثير يعني. بطيئه هلا هون لو احنا اجينا ركبنا جهاز درجه حراره وهذا عماله بيطلع بسرعه ثابته كونستنت عماله بيطلع مش درجه حراره عم تنزل ولا بتطلع تبع درجه الحراره بتطلع بطلع لفوق بدها تنزل رح يكون معي نيجاتيف رام مش هيك؟ اللي ماينس تي يو اوف تي شو رح يعمل ميزان الحراره؟